هيا أيها الأزرق، لقد حان وقت النوم. طابت ليلتكم جميعاً. ها؟ بوبي، ما الذي تفعله في هذا الوقت؟ يا إلهي، أنت بحاجة لعجلة. يمكنني إصلاحها، لكن لنكن هادئين. ها؟ نجونا، كان هذا وشيكا. لا 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 لا. انتهينا يا بوبي، طابت ليلتك. على الأرجح سأستلقي لدقيقة فقط. أهلاً جميعاً، نحن اليوم نعمل في الخارج لأن سلم فيونا قد تعطل فأصبحت طويلة جداً. ها، من الأفضل أن نتفقد الإطارات أيضاً. يا أزرق، هل أحضر أحدكما الرافعة؟ أحسنت يا أحمر، سأحضر مفتاح الربط. آلي النطاط، لا تقلق يا أحمر، سنجد طريقة لإنزالك. أخضر، صفراء، أحضرا البطانية، لقد جاءتني فكرة. أحمر، عندما أقول لك انطلق انطلق، اتفقنا؟ هيا انطلق. أزرق، لقد حان الوقت لتكون بطلاً. جاهزاً يا أزرق؟ 3 2 1، هيا. لا تقلق، سوف نمسك بك. لقد أنقذت الموقف، مرحى لبطلنا الأزرق. أيها الميكانيكي الخارق، دعنا ننتهي من مساعدة فيونا. إلى اللقاء قريبا، وداعا. هيا يا أخضر، لنضع جميع هذه النفايات في تيلي. يا إلهي، آسف يا صفراء، يجب نقل الأريكة القديمة للمكب، لا يمكن إبقاؤها. إنها عائلة الشاحنات، الشاحنة الأم، وشاحنة إعادة التدوير، وشاحنة الطفلة. لا، الطفلة المسكينة، كان هبوطاً قاسياً. لو أمكننا إيجاد طريقة لجعله ألطف.
ما الأمر الآن؟ هل جاءتك فكرة؟ يا أيتها الطفلة، ستهبطين بشكل ألطف هذه المرة. على الرحب أيتها الطفلة. شكرا يا شاحنة إعادة التدوير، من الجيد دائما صنع شيء ما جديد من شيء ما قديم. نعم أيها الميكانيكيون، لنجعل المرأب جميلاً ونظيفاً. هاو، يبدو أن لدينا زبوناً. إنها عائلة الشاحنات، الشاحنة الأم، الشاحنة إعادة التدوير، والشاحنة الطفلة، والتي لا تبدو سعيدة أبداً. أوه، صنع متخلخل، هذا لا يدعو للقلق أيتها الطفلة. عندما سيسقط، يمكنك وضعه تحت الوسادة لتحصلي على عملة ذهبية بدلاً منه. لا! الطفلة عطست وفقدت سنها المتخلخل. لا تقلقي، سنجده لك. أيها الميكانيكيون، هيا! عذرا يا أخضر، هذا ليس سنا. انتبهي يا صفراء. لقد بحثنا في كل أرجاء المرأب ولم نجد سن الشاحنة الطفلة ذاك في أي مكان. انتظروا لحظة واحدة، هناك مكان لم نبحث فيه، منفضة غبار الأزرق. ها هو أيتها الطفلة، اذهبي للمنزل وضعيه تحت وسادتك. إلى اللقاء قريبا مع مزيد من المغامرات الشيقة في مرأب جيكو. وداعا. أتشو. من اللطيف الحصول على إجازة، أنا أحب التخييم. انخفض أجيج النار. يا صفراء، هل جلبت الحطب من فضلك؟ إذا حان وقت القصة، أظن كتاب القصص في القافلة يا أخضر. شكرا جزيلا لكم. انتظروا لحظة، هذه موقفات العجلات، وهذا يعني أسرعوا، هيا جميعا أمسكوا بالقافلة. لا بد من وجود طريقة لإيقافها. شكرا يا أخضر. كانت قيادة مرعبة. مرحى،
أحسنت صنعاً يا تيلي. أحسنتم عملاً جميعاً. انتهت حالة الذعر. أجل أيها الأخضر، إنه وقت قصة ما قبل النوم. أراكم قريباً. وداعاً. ما الأمر يا أخضر؟ ها؟ رائع! ها قد أتت كات وهيلينا لضبط الأداة الجديدة. استعدوا أيها الميكانيكيون. يا أخضر، ها؟ مرحباً جيكو. أوه، أهلاً كات. هاهو، حان الوقت لضبط الأداة الإضافية المميزة. هيا أيها الميكانيكيون. بالحديث معه؟ شكراً كات. ما الخطب يا عزيزي؟ أتريد أن تساعدني بشيء؟ انتهينا، وهي جاهزة للاختبار. لحظة، لا يمكننا اختبارها دون الأخضر. ها؟ أحياناً مثلك، لكن الحزن يمضي كالسحاب. نحن مستعدون كات. هيا هيا يا هيلينا المروحية. دورك الآن، أنا أثق بك. أحسنت صنعاً كات، لقد كان ذلك رائعاً. هذا بفضل الأخضر. أحسنت يا أخضر. ما هذا الدوران السريع؟ من قد يكون هذا؟ هاي أيها الضفدع، هل لاحظت الآن سيارتي الجديدة؟ اسمه سيلفستر وأنا أدعوه اختصاراً سلاي. أهلاً سيلفستر، سررت بلقائك. اعذرانا رجاءً، أحدهم بحاجة للمساعدة. ديلن في ورطة في موقع الإنشاء. إذاً سنساعده، سنكون هناك بأسرع وقت. أظن من الأفضل لنا أن نذهب. هيا يا شاحنة السحب تيلي. هل هناك طريقة لنساعد ديلان دون أن نقترب من هذا الوحل النتن؟ ليس هذا الزر. كنت متأكداً أني أستطيع. اسحب يا سلايد. هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هيا أخرجني يا سلاي. أكره هذا الوحل النتن. لا تقلق، سنخرجك من هنا. هيا أيها الميكانيكيون. أترغب بزيارتي في المغسل يا سلاي؟ وأنت مرحب بك أيضاً سيد ويزل. لا شكراً. إذاً نراكم مجدداً. وداعاً. مرحباً يا رفاق، سنتحقق من شاحنة الإطفاء فيونا. يا له من يوم شاق. المعذرة. حسناً، ماذا بقي لدينا الآن؟
أظن أن هذا لك يا أزرق. والآن ماذا كنا نفعل أيها الميكانيكيون؟ ها؟ هل انتهينا؟ دوران سريع للمفاتيح، كان ذلك سريعاً حقاً. مرحباً يا رفاق، سنركب ملحقاً جديداً لتريفر. أخضر، أرجوك هلا ناولتني. أخضر، 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 أين أنت؟ ها؟ إن أخضر يسقي شجرته المفضلة. هيا ابتعد عن طريقي، سأبني في هذا المكان مقهىً جديداً للوجبات السريعة، وهذه الشجرة تقف في طريقي عائقاً. تحرك يا قمامة فسأقتلعها من جذرها. ها. سيد ويزل، لا يمكنك أن تقطع شجرة أخضر المفضلة. ولم لا؟ إنها مجرد شجرة خرقاء. ولكن التفاح. خطرت لي فكرة. تريفر، أيها الأصلع، ما الذي تفعله الآن؟ ها؟ أترى سيد ويزل؟ الأشجار هامة، فهي تعطينا التفاح الشهي. لا داعي لمقهى الوجبات السريعة طالما الشجرة هنا. أتظنني سأفضل هذه التفاحة الخرقاء على... إنها لذيذة. يا لفخري بك يا أخضر، كنت شجاعاً واستطعت إنقاذ هذه الشجرة. أحسنت صنعاً. بوبي. لا، زجاجك محطم. هيا ادخل. هذا مؤلم، يجب أن نستبدله. أرجوكما، هل أحضرتما لي زجاجاً؟ بحذر، فالزجاج الأمامي رقيق جداً. انظروا، انظروا إلى سني الجديد، إنه ذهبي ولامع. ابتعدا عن طريقي يا سلتي القمامة.
جيكو، انظر إلى... سني الذهبي، أين سقط؟ لقد كلفني الكثير من المال. أيها الميكانيكيان، شكراً لإحضار الزجاج. انتهينا بوبي، يمكنك الذهاب. رجاءً، هل أخذتما الزجاج القديم؟ أها، وجدته. انتهينا يا أحمر، عدت جديداً. ها، كما لو أنني صنعتكم البارحة. لا تقلقوا، سأبقي مخططاتكم هنا بأمان كي أعرف كيفية إصلاحكم. إذا استطعت أن أحصل على تلك المخططات، عندها سأصنع ميكانيكيين خاصين بي أيضاً، وسيصبح مرابي هو أفضل مراب في العالم. استيقظ يا سلاي، فأنا لدي خطة ماكرة جداً. ها؟ سلاي؟ ماذا تفعل هنا؟ أين السيد ويزل؟ هل لديك مشكلة في العادم؟ إذن بما أن السيد ويزل ليس هنا سأفحصك. سأحصل على المخططات، سأحصل على المخططات. هل أعطيتني الكماشة؟ اتركها يا سلة القمامة، المخططات أصبحت ملكي الآن. نجحت، لقد أصلحتك. ما الأمر؟ أتريد أن أصلحك مرة أخرى؟ أهلا بالجميع، سنتحقق من الحفار إريك، سنختبر أنه ينجز جميع أعماله بشكل سليم. من سيساعدني؟ أعتقد أنني سوف أختار الصفراء. أعلم أنك تلعبين، لكن أعتقد أنك ستحظين بنفس المتعة بالعمل. سوف نبدأ بفحص محركك يا إريك. شغل المحرك بسرعة عالية ولطيفة. يمكنك أن تفعلها بشكل أفضل. التقاط رائع! حان وقت فحص سلسلتك العريضة. الجزء الأخير من خدمة التحقق، دعنا نرى كيف يعمل ذراع الحفر. يحتاج للزيت يا صفراء. أحسنت يا إريك، اجتزت خدمة التحقق، لذا فأنت جاهز لأعمال الحفر. أتريدين الانضمام إليهم؟ أخبرتك أن العمل ممتع. إلى اللقاء مع مزيد من العمل والمرح هنا في مرأب جيكو.
أهلا بالجميع، معكم جيكو، نحن في طريقنا إلى المنزل. ها الشاحنة الطفلة. أخبريني ماذا أصابك؟ فقدت مصاصاتك؟ لا تنزعجي، سوف نجدها لك. هيا أيها الميكانيكيون، حاول البحث في تلك الزهور الحمراء. هل رأيت أي شيء؟ ماذا عن السياج الأخضر؟ أترين شيئا هناك؟ لابد أنها في مكان ما. أنا حقاً آسف جداً، لم أجد مصاصتك المطاطية. ها؟ الأزرق. أحسنت، لقد وجدتها. تفضلي مصاصتك. كل شيء انتهى بخير، شكراً لمساعدتكم. وداعاً. أهلا بكم مجددا في مرآب جيكو، لقد قمنا بتثبيت نظام تنبيه للطوارئ. ها؟ شخص ما في مأزق. هيا يا شاحنة السحب تيلي. إنه إريك الحفار، لقد اصطدم بحجر. انظر، لقد كسر سلسلته. أزرق، أعلم أن العاصفة مخيفة، لكنني بحاجتك، أستكون شجاعا؟ لا أستطيع الوصول، وأنا أكبر من تجاوز الفتحة. يا إلهي، يجب أن نسرع، أعتقد أن هذا السد سوف يفيض. الأزرق صغير ويلائم المكان. أحسنت يا أزرق، أنت شجاع جدا. لا، السد سوف ينهار، أسرع يا أزرق. أحسنت يا أزرق، تغلبت على خوفك. انظر، قوس قزح. مرحلكم من جيكو. وداعاً. الشاحنة الأم والشاحنة الطفلة، لما تنتظران هنا؟ النفق مسدود ولا تستطيعان العبور. سوف ألقي نظرة. يبدو كأنه انهار. انهيار آخر. نحن محاصرون في الداخل.
لا تقلقوا، فقد جلبت أدواتي. سنحتاج لأدوات أكبر. حتى تيلي لا يستطيع تحريك الصخرة. كيف سنخرج من هنا؟ لم أعلم أنك قوية. الشاحنة الأم أنقذت الموقف. يجب أن أتصل بإيريك الحفار لإزالة كل الصخور. إلى اللقاء مع مزيد من المرح والمغامرة في مرآبي جيكو. أهلا بكم في مرآبي جيكو. إنه يوم مشمس، لذا سيصعد الأحمر للسطح وسيقوم بتوصيل الألواح الشمسية الجديدة والتي تمتص طاقة الشمس وتحولها إلى طاقة نظيفة للمرآب. أهلاً بوبي. ماذا؟ انظر لنفسك، أنت متسخ وقد قمنا بتنظيفك البارحة. لا تقلق، رش الماء بالمرشات بمغسل جيكو للسيارات. ها أنت نظيف وجاهز للسير على الطريق. أو اتسخت مجددا، كيف حدث ذلك؟ سوف نضطر لغسلك يدويا. أصبحت نظيفاً. يمكنك العودة للطريق يا بوبي. هذا ما يجعلك تتسخ. محرك الوقود تملأه الفوضى. أتريد محركاً كهربائياً نظيفاً بدلاً منه؟ الطاقة الشمسية جاهزة؟ نستمد من ألواح الشمس الطاقة ليسير بالطاقة النظيفة بلا باقة. مرحى. إلى اللقاء مع مزيد من المرح في مرآب جيكو. أنت على حق يا أخضر، هناك حريق. يبدو من صفارات شاحنة الإطفاء فيونا أنها قادمة. أو لا، الشاحنة الأم والطفلة تلعبان لعبة السباق. ضجيجوهما عال ولا تسمعان صافرات فيونا. فيونا، حان الوقت لمنحك صفارة بصوت أعلى. أيها الميكانيكيون، هيا بنا لنثبت الصفارة الجديدة. هذه هي، نحن بحاجة إلى صوت إنذار عال. انتهينا. جربيها يا فيونا. هذا ليس صحيحا. يبدو كجرس الباب. لنجرب مجددا.
وهذا يبدو كصوت الديناصور. نحن بحاجة لوي وي. هذا يبدو وي وي، لكن يجب أن يكون أعلى بكثير. ها، البوق سيجعله أعلى أيتها الصفراء. ربما شيء كهذا سينفع مع الصفارة. هذا هو صوت وي وي عالٍ. وداعاً فيونا، وشكراً لزيارتك مرأة باجيكو. مرحباً جميعاً، أهلاً بكم في مرأة باجيكو. نحن نقوم بتفقد الحافلة بوبي، وكدنا أن ننتهي. انتظر أيها الميكانيكيون، أنا ما زلت في الأعلى. بوبي، بوبي، يا إلهي لا يستطيع سماعي. ها؟ أيها الميكانيكيون، أسرعوا، افعلوا شيئاً ما. احترسوا، نحن نقترب من جسر. كانت قيادة مرعبة حقاً. انظروا، جسر عال. فكرة رائعة أيها الميكانيكيون، فقط إن استطعت إمساكه. أفلتته، ماذا سأفعل؟ فكرة جيدة يا صفراء، لقد أنقذت الموقف. لا عليك بوبي، فأنت لم تعلم ولم يتأذى أحد. شكرا للمساعدة أيها الميكانيكيون، ماذا كنت سأفعل من دونكم؟ وداعا. أنا لا أشعر أني بخير. يا إلهي، الحافلة كاري تطلب خدمة اليوم. أيمكنكم أن تتفقدوها؟ كل شيء بخير. ما هذه الضجة؟ لا بأس، أنا أشعر بتحسن الآن. يبدو أن الميكانيكيين سيطروا على الموقف. أحسنتم صنعا جميعا. أيها الميكانيكيون، تعالوا فستأتي فيونا.
مرحباً، أنا اسمي ويزل، مالك شركة عجلات ويزل المؤتمتة كلياً للإصلاح السريع. أهلاً سيد ويزل، أنا جيكو. ها هي أول زبونة لدي. يتم إنجاز الأعمال بسرعة، فشركة عجلات ويزل هي رقم واحد. وداعاً يا ضفدع. اسمي جيكو. حسناً يا فيونا، لن نستغرق وقتاً. أنا لست متأكداً من أن الزر الذي يبدأ بتشغيل الخدمة هو... ربما ضغطهم جميعاً سينجح. عودي ثانية متى شئت. كان ذلك سريعاً. يا للهول، إنها لا تبدو بحالة جيدة. تعالي يا فيونا، سألقي نظرة. تلك هي المشكلة، كان ويزل مستعجلاً عندما أنجز عمله، لدرجة أنه وضع الصابون في خزانك بدل الزيت. لقد أصلحنا المشكلة بإتقان، والآن تسير فيونا بلا فقاعات. ها، أنا متأكد أنني ضغطت على الزر الصحيح. ماذا؟ أراكم قريباً في كراج جيكو. وداعاً. انتهينا إيريك، أتشعر بتحسن؟ ما كان هذا؟ أو إنه ماكس الشاحنة الضخمة، لا ينبغي أن يلعب هنا، فمواقع البناء خطيرة. انظر لهذه الفوضى التي سببها. لا، نفد ماكس من الوقود، علينا أن نخرجه قبل أن يجف الإسمنت. هيا بسرعة أحضر الوقود الاحتياطي. يا إلهي، سيصبح الإسمنت صلبا بعد أقل من دقيقة. ولكن كيف سأستطيع تزويد ماكس بالوقود الآن؟ إيريك صنع جسراً. الإسمنت على وشك أن يجف. هيا ماكس انطلق. يبدو أن ماكس قد تعلم درسه. شكراً ماكس، انتهت حالة الذعر، أراكم قريباً. وداعاً. مرحباً، اليوم عيد ميلادي الأخضر ونحن نتجهز لحفل الشاطئ. اثبت. هذه نفاخات هيليوم، لذا تحلق عالياً. كل شيء جاهز، نحن فقط ننتظر فيونا لتحضر كعكة عيد الميلاد. احذري فيونا، لا تقودي على الرمال المبللة. أسرعي وإلا سوف تغرس الإطارات. سنجد طريقة لإخراجك. ها؟
يمكننا رفعها باستخدام جميع نفاخاتك. أعلم أنك تحب نفاخاتك، لكن فيونا بحاجتها جداً. هل يمكننا استخدامها؟ أوبا. نجح الأمر، نجح الأمر. نجح نجاحاً عظيماً. إنها تطير عالياً. وجدتها. هيا أيها الميكانيكيون. أحسنتم أيها الميكانيكيون. ها قد أتى الزوار لينضموا إلى الحفلة. سعيد بحضوركم. أحسنت المشاركة أيها الأخضر، وعيد ميلاد سعيدا لك. مرحبا. من أين تأتي كل هذه الفوضى؟ ها؟ يا أمي. سيد ويزل، هل أنت بخير؟ لقد جعلت فيكي أسرع شاحنة مثلجات في العالم، لكنها أقلعت قبل أن أحصل على المثلجات. يجب علينا إيقاف فيكي قبل أن تسبب المزيد من الضرر. ها هي قادمة. جاهز يا أزرق؟ يا أزرق، هيا اضغط على الزر بسرعة. أحسنت صنعاً يا أزرق. ما زلت أريد أن أتناول المثلجات إلى الآن. أنا أكره الصواريخ. يا ميكانيكيون، لنتأكد أنه بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. مرحباً جميعاً، إنه يوم حافل. الطفلة وماكس يحتاجان إلى تبديل إطارات، ولكن أين ماكس؟ مرحباً ماكس. هيا أيها الميكانيكيون. يا صفراء. لا، الصفراء قد صدمت رأسها، لهذا سأترك الأمر لكما. قيادة مرعبة جداً. هيا يا صفراء. بدلتما الإطارات ببعضها؟ لا بأس، فجميعنا نخطئ. علينا مبادلة الإطارات فحسب. لا تقلق ماكس، سنصلح الأمر قريباً. يا أيتها الطفلة، نعلم أنك تستمتعين، لكن إنها إطارات ماكس،
هل أعدناها إلي؟ أحسنت أيتها الطفلة. من المهم إعادة الأشياء بعد استعارتها دائماً. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. أو مرحباً بالجميع. شاحنة المثلجات فيكي جاهزة للإصلاح، وسنقوم باللمسات الأخيرة. شكراً يا صفراء. هل أعطيتني مفك البراغي؟ احذرا أيها الميكانيكيان، هذا الخرطوم مليء بالهواء البارد الذي يجمد المثلجات. صفراء، لا تلمسي الزر. شكراً أيها الميكانيكيون، لقد أنقذتموني، والآن دعونا ننتهي من إصلاحها. شكراً فيكي. وداعاً يا رفاق.